السلام عليكم، كيراكم حبايبي؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم من مطبخ وصال للطبخ جبت لكم وصفه جميله جدا، وهي غراتان كرات الكرنب المحشيه بالكفته. وصفه جميله مميزه، طعم لذيذ جدا، سهله في تقديمها في تحضيرها. مقاديرها موجود متوفرة عندنا. إذا مكونات هذه الوصفة هي كالتالي: لدينا كمية من الكرنب، هذا الكرنب قمت بغليه في الماء، وأني مريت دايرة الطريقة في فيديو سابق. وضعت منكهات في الماء، قطعة من الليمون، ورق سيدنا موسى أو ورق الرند، فلفل الأسود، كمون، كزبرة، وقطع، وخليتها تغلي. ثم بعد ذلك نزعت هذه الأوراق. الآن سوف أقوم بنزع هذا الجزء الخشن، ووضعتها فيه تتقطر من الماء. إذا الماء هذا قاع سوف أرميه، فأتحصل على أوراق مطهية. ثم نشوف كيف غادي نديروها. إذا كرنب مطهي في ماء، هذا فيما يخص الكرنب. أما فيما يخص الكفتة اللي غادي نحشي بها الكرنب، مكوناتها كالتالي: لدينا كمية من الكفتة، كمية من البقدونس، ملعقتان كبيرتان، لدينا بيضا لجمع الخليط، لدينا كمية من البصل، عندنا توابل الكفتة، ولدينا كم سكنجبير، فلفل أسود، ملح، وكمية من مكعب الدجاج، لكن كمية قليلة جدا. هذا فيما يخص الكفتة. بالإضافة إلى هذا نضيف ملعقتان من البقسماط لا شابلوغ، هذا فيما يخص الكفتة. أما الصلصة المرافقة مكوناتها كالتالي: إلى طماطم فريش، راني طيبتها وطحنتها ونزلت لها الجلد والبذور، فهي راهي مطهية. بالإضافة إلى 2 ملاعق من مركز الطماطم، طماط كونسونتخي، كمية من البصل المطحون، ملعقة مملوءة جيدا من الفلفل الأحمر، كمية من الكركم فقط لكسر اللون، فلفل الأسود، ملح، مكعب الدجاج، وبالطبع كمية من الزيت وقطعة من الزبدة. كمية من الزيت وقطعة من الزبدة. هذا فيما يخص صلصة الطماطم. أما صلصة البشاميل فنحتاج إلى 2 ملاعق من الدقيق، نفس الوزن يقابلها الزبدة. لصوص بشاميل نصنعوها بلا مارغارين ولا بالزبدة، ما نصنعوهاش بالسمن ولا بالزيت، لا، أصلها سي زبدة أو مارغارين، بصح ما نصنعوهاش بالزيت أو السمنة. إذا كم نفس الوزن تاع الدقيق يساوي نفس الوزن تاع الزبدة. بعد ذلك عندنا كمية من الحليب، ودائما يستحسن إضافة كأس إضافي في حالة ما البشاميل تكون ثقيلة، نخففها بالحليب اللي يكون محضرينه على جنب. هذا الحليب دافئ، ما يكونش بارد، يكون دافئ باش ما تصنعناش هذاك التكتلات. إذا كمية من متساوية، كميتان متساويتان من الدقيق فرينة والزبدة أو المارغرين، كأس أو كأسين من الحليب. كي نطيبوها ان شاء الله نضيف لها فلفل الاسود، ملح، مكعب دجاج، كميه تاع مكعب دجاج انا اتحكم فيها، ونحك لها كميه من جوزة الطيب. هذا فيما يخص لصوص بشاميل. الان ان شاء الله نروح لطريقه التحضير ونشوف خطوات انجاز هذه الوصفه الرائعه. هنا حطيت الطنجره، زدت كميه من الزيت، نزيدو شوية تاع الزبدة هكذا. الزبدة هذه نديروها غير باش تعطينا لو كو شباب. مباشرة نضيفو البصل، بسم الله، نخلو
بصل يتقلى قليلا، هكذا باش نستخلصوا حلاوة تاع البصل. خلوه يتقلى بضع دقائق، الآن نضيف طماطم كونسونطخي باش نقلعو لها هذيك لاسيديتي الحموضة، نخلوها تتقلى هي الأخرى، والتقلية هذه هي اللي تخلي الصلصة تجي طعمها لذيذ جدا. إذا في هذه المرحلة أضيف التوابل، أولا باش ما تنحرقش، ثانيا باش تطلق الطعم تاعها. أضيف فلفلة حمراء مع الكركم، فلفل أسود ما كترش، مع كمية من كل حاجة اللي شوية، أقلق اللي حابة تساعد. إذا البصل تقلى، الطماطم تقلت، ضفت التوابل، الآن أضيف الطماطم الطازجة المطحونة، بسم الله. نحرك بهذا الشكل، أضيف باقة أو حزمة صغيرة من البقدونس، ونخلي الخليط يغلي، ثم شوفوا شندير، نخلو الخليط يغلي وينسجم، ثم نعود ونواصل. مرت 10 دقائق والطماطم تقلى، نزيد لها قليل من السكر باش نقلعو الحموضة تاع الطماطم. الرائحة جميلة، رائحة جميلة. إذا الطماطم اللي حطيتها راهي في 10 دقائق وهي تتقلى. الآن أضيف كمية من الماء المغلي، بسم الله، وأتركها تتجمر، ونشوفوا بعد ذلك نذوقوها على الملح ونذوقوها على التوابل باش نستعملوها في الخطوات الموالية. خليها تغلي ثم نعود. الآن نحضروا صلصة البشاميل، حطيت الزبدة دوب كي دوب، وفي نفس الوقت صلصة الطماطم راهي تطيب. إذا نحضروا الزبدة نخليها حتى تدوب، نحضروا صلصة البشاميل كي تدوب، نسكب مباشرة كمية الدقيق الفرينة اللي ذكرناها سابقا، بسم الله، هكذا. ما غاديش نكتر لاصوص بالشاميل، غادي نديرها كمية متوسطة. إذا ندير كيما هاك حتى نشم الريحة تاع صلصة الدقيق يتحمص، باش لاصوص بشاميل ما تجينيش فيها لوكو تاع الفرينة. إذا نحمصها ونعود. حمصت الدقيق جيدا في الزبدة، شوفوا ولا كتلة واحدة هكذا. الآن نبدأ نضيف في الحليب مع التحريك بالتدريج إلى أن أتحصل على صلصة بشاميل ملساء، بسم الله. نضيف الحليب بالتدريج مع التحريك، كي تشرب
العجينة تشرب الحليب تضيف مرة ثانية. هكذا وأنا أخلط. إذا في هذه المرحلة نستعمل الفوي باش يكون العمل تاعنا صحيح. إذا هكذا شوفوا أنا ندير في الحليب وهو يتشرب. هذه هي الطريقة اللي تخلي لاصوص بيشاميل تجي بنينة. الدقيق يطيب بشكل جيد، يتحمص بشكل جيد، نتحصلوا على صلصات بيشاميل طعمها لذيذ جدا. إذا أواصل والآن أستعمل الملعقة الثانية. نزيد نضيف الحليب مع الخلط المستمر دون توقف على نار هادئة. هكذا إلى أن نتحصل على مزيج لزج ونعود إن شاء الله. ضفت لها الحليب بالتدريج، شوفوا نتيجة رائعة ملساء، ما درتها ني ميكسر لا حتى شي. شوفوا طريقة كنت تبعوها تخرج لكم صلصة بيشاميل من أروع ما يكون. شوفوا كي ملساء واللون تاعها فاتح وجميلة جدا جدا جدا. الآن نخليها غير تغلي شوية وأضيف لها التوابل وأطفئ، بالإضافة إلى الفخوماج حتى نطفي عاد نضيف لها الفخوماج. الآن كي تبدأ تغلي هكذا الغلوة الأولى نضيف لها كمية من الفلفل الأسود، ومن الأحسن ديروا الفلفل الأبيض من الأحسن. نضيف لها التوابل اللي ذكرناها سابقا متمثلة في كمية من مرق الدجاج وكمية من الملح، وما نساوش باللي مرق الدجاج فيه مالح. نخلطه ونزيدو جوزة الطيب ونطفئ وندوقو الملح كي الحالة. شوفوا اللزوجة صوص بيشاميل من أروع ما يكون. السيولة تاعها هذه تبغوها أكثر تكون سائلة أكثر زيدوا لها الحليب. أنا دخلوا لي 3 كيسان تاع حليب. شوفوا ما كان لا تكتلات لا والو، كي ديروا في البداية حليبا دافئا وليس باردا. إذا الآن حك لها جوزة الطيب وأطفئ، ثم أضيف لها الأجبان، والأجبان لكم الاختيار. ضفت جوزة الطيب ها هي، نخلط والآن أطفئ عليها. نضفو على صلصة البيشاميل وأضيف مباشرة كمية من الأجبان، وبهذا نكون تحصلت على صلصة بيشاميل بالأجبان من أروع ما يكون. نخليها على جنب ثم نغطيها بالبلاستيك باش ما تديليش القشرة، باش نستعملوها ان شاء الله في الوصفة. في نفس اللحظة صلصة الطماطم نضجت حتى هي نطفي عليها، ونروح نوجدو كرات الكرنب المحشية بالكفتة. الآن نحضرو خليط الكفتة. بسم الله نحطو الكفتة اللي قلنا عليها. بسم الله نزيدو معها البقدونس، كاع المكونات اللي قلناها باش تكون عندنا حشوة مميزة. إذا الكفتة مع البقدونس، نضيف البصل. بسم الله نضيف البقسماط لاشابلوغ هكذا،
نضيف التوابل اللي ذكرناها، توابل الكفتة، سكنجبير، شوية من مكعب الدجاج، ملح، فلفل أسود. الثوم ما استعملش الثوم، السبب لأنني استعملت الفخوماج، وكي نستعمل الفخوماج لا أستعمل الثوم، لأن الثوم مع الفخوماج يؤدي إلى الانتفاخ، انتفاخ البطن. من الأحسن عدم استعماله. إذا نعجن غاية لهذا الخليط جيدا، وأضيف معه المكونات المتبقية. نخفق البيضة الأولى ونشوفوا النتيجة. إذا قتلتني البيضة، جمعت لي الكفتة كان بها، إلى تحتاج إلى زيادة نزيد واحدة أخرى. بسم الله، هكذا. ونخلي الخليط يتشرب النكهات، ونروحوا إلى تحضير أوراق الكرنب. هكذا وصفة جميلة من أروع ما يكون. نالي تجربوها، هذه تعجبكم. إذا قدتني بيضة، والبيض يتوقف على حسب كمية اللحم الكفتة، لحم المفروم. إذا خليها تتشرب ثم نعود. خلطت الكفتة جيدا، مزيج جيد. استعملت في هذه الكمية فقط بيضة واحدة. الآن أغلق على الكفتة، ندخلها في الثلاجة اللي تتشرب من النكهات، ونروح نحضر إن شاء الله الكرنب. الآن نروح نشكلوا الكرات الكرنب المحشية بالكفتة. نقوم بالطريقة التالية، نأخذ الأوراق اللي طابت سابقا في الماء كما ذكرنا، نقلع لها هذا الجزء الخشن هكذا، لأن هذا الجزء الخشن ماشي بيجيش شباب في الماكلة. وأقوم بلبس أي إناء، أي حجم تبغوه، أي إناء. الحجم تاع هاد الكرات اختياري، كيما تبغي نديرو كيما هاك، كيما راكم تشوفوا. نتمنى تكون الصورة واضحة. ناخذ بهذا الشكل، نقلع هذا الجزء الخشن، ثم نجيب الورقة هكذا نفتحها ونحطها بهذا الشكل هكذا هكذا، ونحط كمية من الكفتة، هكذا. نعيد هاد الورقة هكذا، نعاود ندير كمية أخرى من الكفتة، وأقوم بإغلاق هذه الكرنبة. إذا باش يكون إغلاق محكم، نزيد نلف لها قطعة أخرى، ورقة أخرى، نلبسها لها بهذا الشكل بإحكام هكذا، وندير هكذا وأفرغ، فأتحصل على هذا الشكل. نعاود لكم واحدة أخرى، وقلت لكم الحجم انتيا والرغبة تاعك. ناخدو ورقة هكذا، نقلع لها دايما هذاك الوسط، حتى ولو كان رقيقا ننزعو باش الأكل تاع هاد الكرات يكون جميل جدا هكذا. ونخرج شوية على برا باش نعاود نلفة هكذا. والورقة هذه اللون تاعها راه جميل جدا من الليمون اللي درته في غلي أثناء غلي الأوراق الكرنب.
شوفوا كيما هاك وندير هاك. وصفة جميلة جدا. أضع الكفتة هكذا، ما ديروش في الكفتة الأرز، لا ديروها بلا شابلة كيما خدمتها أنا. نعاود نجي وندير كيما هاك، هكذا، وأغلق هكذا، وأغلق بإحكام، وأنا تحصلت على شكل جميل بهذا الشكل. أواصل العملية، هذه درتها بحجم كبير وهذه بأحجام صغيرة. إذن أواصل العملية وكي نكمل نشوفهم مع بعض. قدرت هذه هي الكمية وشكلها جي راقي جدا. إذن الآن نأخذ المول تاع الكغاتان، أي نوع من المول اللي عندك ميهمش. إذن ناخذ المول تاع الكغاتان ونفرشوه بالصلصة الطماطم. أفرش المول تاع الكغاتان بصلصة الطماطم اللي حضرناها، بسم الله هكذا. ندير كمية كافية باش تنضج لي الكفتة، لأن الكفتة مراهيش ناضجة، راهي خضرة، اللي قلها صلصة بتطيب لي هذيك الكفتة. إذا ندير كيما هاك وأرص هذه الكرات اللي درناهم، نرصهم بهذا الشكل بسم الله، على حسب حجم المول تاع الكغاتان. بسم الله الاولى نرفدوهم غير بالعقل، نزيدو الثانيه، اكمل الرص ثم نعود. الان ندخل هذه الخطوه الاولى، ندخلهم الى الفرن ينضجوا لي 90%. بعد ذلك نواصلوا نستعملوا لاصوص بيشاميل ولا فرماج. الان نديهم الى الفرن ندخلهم باش ينضجوا. خرجت الكغاتان من الفور بعد مرور 21 دقيقة، طاب لي 90%. الان الخطوة الموالية ناخد لاصوص بيشاميل اللي خدمناها مع بعض، نحركها غاية، نعاود نخليها تولي شوية ليكيد بهذا الشكل هكذا. ها شوفوا شو كي ولت، عاود خفافت. الآن نحطها فوق هذه الكرات بهذا الشكل، بسم الله هكذا. جي وصفة من أروع ما يكون، وبنينة ما تقدوش أنقوش باب شباب كاع شباب، ومميزة، حاجة جميلة جدا هكذا. سوف أكمل نعود نديرهم على قد قد ونعود. حطيت لاصوص بيشاميل فوق هذوك لي بول. الآن وزدت لهم الكويا غابي مع الشيدر مخلطين. الآن غادي نردهم للفرن يكمل الطهي تاعهم، نوريها لكم إن شاء الله بعد النضج وسوف نعود. خرجت الكغاتان كما راكم تشوفوا، راه عاد يغلي والرائحة تاعها جميلة جدا. وقبل ما ننسى الفور رشيته بالماء اللي بيها في لي فرماج ما نحرقوليش. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. والان غادي نوريكم قطعه شوفوها كي جات كنتيجه نهائيه. والان نقلعوا قطعه، هي نخليها تهدأ قليلا لكن لا باس. نشوفوا القطعه هذه كيف جات. بسم الله بسم الله، شكل رائع جدا.
نتمنى ان شاء الله تجربوه، ينال اعجاب العائلة، شيء جميل جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوه، والى وصفة اخرى من وصفات مثال للطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة أخرى من وصفات وصال للطبخ.